من الأدب مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الاعتقاد به عجل الله تعالى فرجه أنه ذكره النبي صلى الله عليه وآله وعرفه بأنه الإمام المهدي ابن الإمام الحسن العسكري، وهو الإمام المعصوم الثاني عشر والذي ولد قبل أكثر من 1000 سنة، وأنه يغيب عن الأنظار مدة طويلة من الزمن ويظهر بعد أن يأذن الله عز وجل له ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. والاعتقاد به عليه السلام أنه الإمام المعظم وأنه واسطة وصول الفيوضات الإلهية والنعم غير المتناهية الدنيوية والأخروية حتى وهو غائب عن الأنظار.